اجتاز دفاع تاجلات بسلام عقبة اتحاد بسكرة بثلاثية كاملة، حصيلة سجل منها دمان حمزة ثنائية. الدفاع كان قريبا من فتح باب تسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق درفلو محمد الذي لم يستغل كرة في العمق من زميله المالي دوسي، وهي أخطر فرصة للمحليين في النصف ساعة الأول، في حين كانت الفعالية حاضرة من جانب الزوار عندما باغت رشد كريم الحارس لتيم برأسية رائعة. بعد الهدف وقعت مناوشات بين اللاعبين، الحاكم بوسليماني اضطر إلى طرد لعباني من جانب اتحاد بسكرة وماروسي من جانب الدفاع تاجنانت، ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين. رغم النقص العددي تمكن دمان حمزة من تعديل النتيجة برأسية رائعة، فيما لم يحالف الحظ مدافع الاتحاد ملولي من تعديل النتيجة بهذه الرأسية. لتأتي الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع عندما أبدع خالد عابل في تسجيل الهدف الثاني للمحليين بطريقة رائعة من كرة ثابتة نفذها بدقة متناهية، لينتهي بعدها الشوط الأول بتفوق دفاع تاجنانت بهدفين لهدف واحد. مع بداية المرحلة الثانية وصل الدفاع سيطرته، والمالي دوسي يبدع في تضييع فرصة إضافة الهدف الثالث. الأخطاء الدفاعية من جانب الزوار تكررت، استغل واحدة منها دمان حمزة ويوقع الهدف الثالث أمام دهشة الجميع. وعلى إثر هذه اللقطة تعرض اللاعب دمان لإصابة خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى. باقي أطوار المباراة لم تأتي بالجديد بفضل تألق الحارسين سي محمد سيدريك وأسامة ليتيم حتى صافرة النهاية، وبذلك يكون دفاع تاجنانت قد أبصم على فوز كبير عمق به جراح اتحاد بسكرة في مؤخرة الترتيب. للإشارة أن فرقة التلفزيون وجدت صعوبة في القيام بمهامها قبل وبعد نهاية المقابلة، إذ لم نتمكن من تسجيل انطباعات المدربين نتيجة هذه التصرفات. فمعذرة للجمهور الرياضي الجزائري. معذرة للجمهور، ولا نريد أن نشاهد، لأننا خدمة عمومية فقط، نريد أن نعرف الاستجوابات والتصريحات والتعليقات مباشرة.